أستاذ جاسم الغرابي الباحث في الشأن السياسي. أهلا بك أستاذ جاسم. يعني من الطبيعي أن أول زيارة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى طهران تكون مهمة، ولكن البعض قال بأنها مجرد علاقات عامة. تمخض عن هذه الزيارة هي رفع التأشيرة بين البلدين جوا. كيف تنظر وتقيم هذه الزيارة؟ تحية طيبة لكم ومشاهدينا الكرام. أهلا بك. الحقيقة هي الدعوة جاءت من السيد رئيس الجمهورية الإسلامية السيد إبراهيم رئيس، وجه دعوة رسمية للسيد الكاظمي للحضور إلى طهران، وهي دعوة مباركة بمناسبة تسلمه رئاسة الجمهورية الإسلامية في إيران. اليوم العراق يحتاج إلى كل محيطه الإقليمي، يحتاج إلى إيران، يحتاج إلى السعودية، إلى الكويت، إلى سوريا، إلى تركيا. اليوم العراق في وضع أمني متردي، في وضع سياسي مربك، فأنا أعتقد الذهاب في هكذا زيارات ووضع النقاط على الحروف ومن ثم دراسة هناك هناك ملفات خطرة قد يكون لا يبوح بها السيد الكاظمي للإعلام، ولكن بحثها مع الجانب الإيراني من الجانب الأمني والجانب الاقتصادي ودعم الجمهورية الإسلامية لموضوع الانتخابات، وموضوع الانتخابات مفصل خطير جدا سيمر به البلد في 10 أكتوبر، فهناك ملفات كبيرة جدا أعتقد درسها السيد الكاظمي جيدا ووضع نقاطه على الحروف، لأن وحكومته هو يعلم حكومة انتخابات ليس إلا.